يبقى ما تقوليش انا مكسوفه ان انا بكلمك، انما تعالي نوزن الامور علشان الدنيا تتظبط. طب انتوا بتتكلموا دلوقتي، هو متجوز؟ هو متجوز وعنده اولاد، واتفقنا ان احنا نتقابل. اتقابلنا طبعا بعد 25 سنه. مش عايزه اقول لك اللقاء كان عامل ازاي. ما اتكلمناش، ما حدش فينا اتكلم. اتقابلنا تاني بعدها بشهر علشان بقى يعني نحدد، نحط النقط على الحروف وكده ونتكلم رسمي. يعني انا مش صغيره، ولا وضعي يسمح ولا هو وضعه يسمح. طيب ايه الجواز اخباره ايه والدنيا ايه؟ لا مش هقدر اتجوز، الاسره هتتفكك ومراتي مش هتقبل. حطي نفسك مكانها، ومش حطي نفسك مكانها. طيب ولكن عايز ايه بقى؟ في مشاكلي بقى، واقف جنبي مش عارفه. لا لا استني استني استني، انا مش هقدر اتجوز ومش هقدر ارتبط. حلو، يبقى الموضوع يتقفل. لو ابن عمتك ومفيش بينكوا اي مشاعر وفي مشاكلك واقف جنبك يشكر، ابن خالتك يشكر، اخو جوزك يشكر، انما ده موقعه ايه من الاعراب عشان يقف جنبك في مشاكلك ويحلها لك؟ هل انت متخيلة ان احنا كده تحولنا الى اصدقاء؟ كنت معتقدة ذلك، لا. ولكن ما قدرتش، ولا هو قدر ان احنا نبقى اصدقاء. يعني ما فيش حاجة طبعا حصلت، الحمد لله رب. كل الموضوع مش هيحصل يعني حاجة يا ستي، تليفون، انت ست محترمة، الحمد لله نتقي الله، الحمد انت لله ست رب محترمة العالمين. وجميلة وكل حاجة، ومش هيحصل الله حاجة وحشة يخليك. والعياذ بالله. بس ليه مشاعرك تفضل ملتهبة ومتأججة علشان علاقة مش هتكمل؟ ليه تتعبي نفسك غصب عني؟ مش عارفة، ودعيت ربنا كتير وبصلي وبصوم الحمد حلو لله رب العالمين، حلو رجاء من الله انه ينسيني الموضوع ده. حلو مش قوي عارفه. حلو قوي. النهارده مش ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل وادانا اراده؟ نعم بالله. يبقى احنا لازم نستخدم العقل والاراده اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا علشان نخرج من تجربه هتوجعنا وهتتعبنا جدا قدام. انت لو مستمتعه اراده النهارده، بكرة هتتجرحي 24 إيراد، لأن هيحصل موقف، مراته هتعرف، هيسيبك، هيبعد، هيحصل حاجة، وبالتالي الموضوع كله هينتهي. أنا مش ضدك ومش ضد إن مشاعرك تتحرك، ولكن عايز أقولك حاجة مهمة قوي. بصي بقى، سنك 50 سنة، سنك 52 سنة، سنك 60 سنة، حتى لو لقيتي إنسان وحبيتي ترتبطي بيه وتكملوا أيامكم وعمركم مع بعض، جميل، بس يكون الشخص المناسب ليكي مناسب، يعني لا مرتبط ولا عنده أسرة ولا عنده عيال ولا عنده ولا مأجلك ولا ركنك على جنب ولا أي حاجة. إنما لما تيجي تقول النهاردة بعد 52 سنة مشاعر حب ستة ابتدائي صحي التاني، لا، أنا يعني إنسان كبير عندي عقل متزن، أقدر أوزن الأمور، أقدر أفرمل نفسي، وأقدر أقول لأ. حلو أوي إن قلبي دق تاني، أنا يا عم اكتشفت، متشكرين، أو إن قلبي لسه بيدق، متشكرين جدا. إنما لحد كده إحنا نقف، لا عايزة أخرب لك بيتك، ولا عايزة أشرد لك أولادك، ولا عايزة أسبب لك مشاكل، ولا عايزة أتجرح، لأن أنا لو اتجرحت لا أنت هتداويني ولا أي حد هيداويني، واللي هيفضل مجروح في النهاية مين؟ عشان كده بقولك فرملي العلاقة دي علشان ما تغرقيش فيها.